اهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه انا هتكلم على الفرصه، فرصه كبيره، فرصه ذهبيه الحقيقه قدام الجيل ده من اللاعبين، مش بس لتحقيق النجمه العشرة وده انجاز اعتقد وطموح وهدف وحلم لكل جماهير النادي الاهلي، لكن فرصه يمكن في تحقيق انجاز تاريخي. ما اعرفش اذا كان حصل قبل كده ولا لا، بس بيتهيالي انك انت تفوز بكل البطولات المحليه والقاريه لموسمين على التوالي، ده هيكون انجاز يحسب بالتاكيد للجيل ده من اللاعبين، وفرصه الحقيقه سانحه، لان كل المقدمات بتقول انك تقدر، وكل المقدمات بتقول ان كل شيء بايدك، سواء كنا بنتكلم على دوري محلي، سواء كنا بنتكلم على كاس مصر او حتى سوبر مصري او حتى دوري الابطال اللي بيقرب مننا بشكل كبير جدا، وعندنا فرصه كبيره جدا للحفاظ على اللقب اللي ما زلنا لغايه دلوقتي بنحمله. في كل المواجهات الصعبه والمعقده، في كل المواجهات اللي من العيار الثقيل، ومن بدايه ما تولى مستر موسيماني ونحسب ونعد معاكم بهدوء كده، تفوق مستر موسيماني بشكل كبير جدا، بدايه من تولي المسؤوليه قبل الدور قبل النهائي في دوري الابطال النسخه الاخيره، وكانت مواجهه من العيار الثقيل وناري مع الوداد المغربي على ارضه، وتمكن من تحقيق المكسب هناك في المغرب، ورجع وكرر الانجاز هنا في القاهره. بعدها مواجهه الزمالك في نهائي القرن زي ما اطلقوا عليه، ومواجهه مع العيار الناري في اهم بطوله قاريه هي بطوله دوري الابطال، وتمكن برضه من حسم النتيجه لصالحه. كل ماتشات كاس العالم للانديه مع ابطال قطر ومع ابطال امريكا الجنوبيه وحتى مع البايرن، المباراه الوحيده اللي خسرها يمكن لكنها كانت مع اهم واكبر فريق في العالم، فيتا كلاب، مباراه العوده وبعد تحقيق تعادل ايجابي هنا على ارضك، وكانت النتيجه معقده جدا، لعبت هناك مباراه اكثر من رائعه وقدرت انك انت تحسم النتيجه لصالحك وبسكور ثقيل. سان داونز في دور الثمانيه في دوري الابطال، اقوى فريق يمكن زي ما قلت لحضراتكم، وده مش رايي الشخصي، ده راي كتير من المتابعين والمحللين في النسخه دي، قدرت انك انت تتجاوز عقبته بسهوله. واخيرا نهضه بركان، يعني كل المباريات الثقيله اللي أداها أو واجهها ولعب فيها النادي الأهلي أداها مستر موسيماني على أعلى مستوى، وتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية. ليه كلام كتير على مستر موسيماني؟ ده يمكن هيكون أول أسئلتي لكابتن عادل طعيمة اللي بيشرفنا النهاردة في السادسة. مساء الخير يا كابتن عادل، مبروك طبعا بداية قبل أي شيء إضافة كاس سبعة، كاس سوبر جديدة للنادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم رقم واحد، ولكل جماهير مصر، لأن دي بطولة بتمثل مصر الحقيقه. جمهور النادي الاهلي وادارته دايما بتوعد وبتوفي، ودايما بتختار الاجهزه الفنيه اللي هي بتلبي طموح الجماهير العريضه اللي موجوده سواء في مصر او خارج مصر. اختيار موسيماني ما كانش عشوائي، كان زي ما احنا قلنا قبل كده مرات ومرات انه كان اختياره اختيار دقيق جدا، وربنا وفق جدا، لانه كان هناك علاقه طيبه جدا ما بين رئيس النادي الاهلي كابتن محمود ورئيس نادي صن داونز علشان يدينا الراجل ده في وسط الموسم وعنده بطوله افريقيا، فده توفيق ان هو يسمح لك انك انت ينتقل المدرب من صن داونز للنادي الاهلي المنافس، دي عمليه ما هي سهله. ايوه، والراجل هو يعني راجل غني جدا، ورغبه موسيماني برضو اعتقد كانت يعني علامه مهمه هي جدا، رغبه بس رئيس النادي كان ممكن يرفض. ايوه، فدي نقطه. النقطه الثانيه، الراجل جه في ظروف صعبه جدا جدا، يومين ثلاثه وبعدين بيخش على دوري وبعدين داخل على افريقيا، يطلع كان على طول كل المحللين وكل الناس النقاد الوداد المغربي هنعمل وهنسوي وفريق قوي وهنعمل، اي حد بيتفرج على التلفزيون ملوش علاقه بالكوره يعني ركبه توجعه. فراح ان الراجل هناك بيضغط من هناك من ال 18 ويرجع بهدفين، وبعدين بيوصل للنهائي، وبعدين بياخد النهائي، وبعدين يخش على الدوري يورينا هو مؤمن جدا بالعناصر الموجوده في النادي الاهلي وبامكانيات اللعيبه وبامكانيات الاداره وجماهير النادي الاهلي اللي هي دايما بتدفعه انه يبقى عارف قبل ما يجي النادي الاهلي، عارف ايه الجماهير اللي موجوده، ايه اللي ممكن تعمله. بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله وحده، انك انت لاول مره في تاريخ النادي الاهلي ان يمر بعنق زجاجه عمره ما مر بيها. انت في خلال ست شهور اربع بطولات الى جانب ماتشات الدوري. لاول مره في التاريخ ان هيبقى في بطولتين افريقيا في ست شهور. يعني احنا مخلصين في 11 يناير
اعتقد في 27/11 كان النهائي، وفي شهر 6 ينتهي. قبل النهائي اهو، هنلعب قبل النهائي في دي ما حصلتش قبل كده. ايوه، فانت التسعه وان شاء الله العشره جايه، وبعدين انت رايح على كاس عالم للانديه في قطر، وبعدين ترجع على قطر ثاني علشان تاخد السوبر، وبعدين ماتشات دوري 10 ماتشات في ايام قليله جدا، بتطلع من جنوب افريقيا درجه حراره 15، رايح على قطر حاجه 40 سفر على طول على طول في الطياره، بترجع على الدوري من غزل المحله على برج العرب على السويس، يعني كتيبه من الصعقه، سواء اداره ورئيس النادي مع الاجهزه الفنيه مع اللاعبين مع الجهاز الطبي مع الجهاز الاداري مع كابتن سيد عبد الحفيظ وخبراته. ايوه، مفيش شك ان عنق زجاجه مر. اعتقد ان زي ما انت قلت في المقدمه، في عندنا 18 يوم دول لاول مره من 4 سنين اللعيبه هتاخد نفسها شويه. صحيح، ومهم ان احنا نحسن استغلالهم. واسالك برضو يا كابتن عادل، يعني عايزين نتكلم ماتش مهم جدا، وبشوف انه انا بشوف انه الافضل ان احنا كنا نواجه تونس، تراجي التونسي في رادس الاول، لانه ان شاء الله باذن الله تحقيق نتيجه ايجابيه هناك يساعدنا بشكل كبير في ماتش العوده. بس قبل ما ادخل في ماتش الترجي، عايز اعرف من حضرتك ليه في انتقادات لموسيماني رغم انه راجل محقق العلامه الكامله؟ يعني هل ده استهداف للنادي الاهلي في شخص موسيماني؟ هل ده محاوله لتشكيف قدرات الراجل وبالتالي التاثير عليه هو شخصيا بشكل من الناحيه المعنويه والنفسيه؟ هل الضغط ده ممكن يكون ليه مبرر منطقي من وجهه نظرك؟ لانه سواء كنا بنتكلم على بطولات او بنتكلم على ماتشات صعبه، يعني لما اجي اقيم مدير فني مش بس هكتفي بتقييمه في ماتشات الدوري، لانه يعني طبيعي جدا وفوارق الامكانيات والتاريخ الاهلي انه يكسب بطوله زي بطوله الدوري او يكسب اي فريق بيواجهه في الدوري. لكن لما يكلمك على ماتشات من عيار قبل نهائي ونهائي دوري ابطال، من عيار كاس عالم انديه، من عيار كاس سوبر افريقيا، الاقي انه الراجل ما اخفقش في ولا مباراه تقريبا، والمباراه الوحيده اللي خسرها في الماتشات دي هي في مواجهته مع بايرن ميونخ. شوف، ما يعني اولا احنا كبشر، وانا اي مدير فني مش بشر، ممكن جدا ان هو يبقى موفق وممكن في بعض الماتشات يبقى غير موفق. بيب جوارديولا اعظم مدرب في الفتره الحاليه على مستوى العالم، اخفق في تحقيق تشامبيونز ليج مع انه معاه كتيبه لعيبه يعني وفريق وعاملين موسم وجايب مكسرين الدنيا، يعني معدين المليار وشويه. صحيح، ايش دراني وايش دراني ودراني انا كمان ان انا اللي بيهاجم موسيماني هو ده جمهور النادي الاهلي. ليه ما يكونش يعني بعض الناس اللي ما بتحبش النادي الاهلي هي اللي بتقوم بهذا العمل؟ هل في حاجه تقول ان وليد سليمان هيعتذر؟ بتقول لي الكلام ده دلوقتي ان مش عارف مين جاي له عرض، فين عرض ايه؟ ده في لعيبه مشيت يا كابتن عادل، ده في لعيبه مشوها من النادي الاهلي طلعوها اعاره. ده الكلام ده ليه؟ انت قاعد في مكان عالي جدا وفي انجازات وفي رجاله بتشتغل وفي ناس بتجتهد وما بتتكلمش، اللي ما بيتكلمش دايما بيبقى عمله بيتكلم نيابه عنه، بيتكلم نيابه عنه. انما انا بتكلم كتير وما بشتغلش، وبعدين ببص للانسان الناجح او المؤسسه اللي ناجحه بحاول ان انا انال منها بطريقه مش طيبه، بطريقه ما فيهاش فيها الاخلاق. موسيماني زي ما احنا اتفقنا راجل جاي لعمل فتره اعداد ولا اختار لعيبه، ودي اساسيات النادي الاهلي. النادي الاهلي بيختار مدير فني، بيختار لعيبه زي جوزيه وزي اي حد مر على النادي الاهلي. ايوه، بيجيب مدير فني بيقول لهم انا عايز العناصر ديت اللي انا هشتغل بيها، وبعدين بعد موسم كامل ابتدوا يحاسبوه. في خلال الست شهور الراجل من ساعه ما جه او 8 او 7 شهور الراجل واخد العلامه الكامله في كل البطولات، حتى على مستوى الدوري باذن الله تعالى مع الجدول الجديد هيبقى هيعدي باذن الله تعالى. معنى ان في احيانا الاداء ما بيبقاش مقنع بالنسبه للجمهور، لان جمهور النادي الاهلي ذواق. وزي ما قال الكابتن سيد في التقرير وهم في الملعب في قطر الناس بيقولوا له الدوري يا العشره والدوري. أيوة، والخماسيه، وهو ده اللي بيخليك بطل. لولا هذا الجمهور بفضل الله الاول ثم هذا الجمهور عمرك ما هتبقى بطل، لان دايما عامل زي الفرن كده اللي عمال يشتغل بحيث انك انت مخلي الاداره ومخلي اللعيبه والاجهزه الفنيه كلها واقفه مستعده كانها داخله في معركه رياضيه شريفه، وبالتالي الجمهور ده 90 100 مليون وراك
على طول عطشان بطولات، بيحتاج بطولات، على طول رافع راسه. الفانيلا الحمراء دي يعني ما فيش حد فرحة ينال منها، فرحة الأهلي. وانت في قمة الإجهاد ده لابد ان في لعيبة يحصل لها نوع من الإرهاق. الإرهاق ده ما بيأثر على التمريرة، انا بكون مرهق جدا عصبيا وبدنيا، التمريرة بتاعتي بتبقى مش مظبوطة. ليه؟ لان انا ما باخدش جسمي الفترة الراحة ولا ذهني في الفترة الراحة، بحيث ان انا اقدر ابقى مركز في المباراة طول ال 90 دقيقة او ال 95 دقيقة. وبالتالي الاداء، وبقول ده الكلام ده من خلالك للجمهور، لما تكون انت رايح مشوار لاسكندرية بتتعب، فما بالك انت لما بتكون رايح مسافر سفريات طويلة جدا مع درجة حرارة، مع كل المنافسين اللي بيلعبوك بيأدوا اقصى ما عندهم علشان ينالوا منك. بنشوف الفرق اللي هي بتبقى متواضعة بتنزل بتأدي قدامك. ماتش الأهلي قصة تانية بالنسبة لهم طبعا، ده بيبقى يوم عيد، ده بره وجوه. واللي متخاصم بيتصالح، والمكافآت بتطلع، والحاجات بقى اللي انت عارفها. فطبعا انت والدوافع الشخصيه، يعني اي لعيب بيلعب قدام النادي الاهلي عايز، ومش عارف ان مصر كلها بتتفرج عليه، وعارف انه عيون كل الناس عليه، فطبيعي جدا بصرف النظر عن اي شيء تاني ان هو عايز يثبت نفسه وعايز يوري الناس قدراته، ده طبيعي يعني. فبالتالي انا شايف انه يعني الراجل، انا ما اعتقدش ان في حد من جمهور النادي الاهلي العظيم يحاول ان هو ينال من النادي الاهلي من خلال موسيماني. ده بيبقى عناصر اعتقد انها دخيل على النادي الاهلي، لان دايما جمهور النادي الاهلي معاه في كل حته. طيب. زي الحاجات اللي احنا بنسمعها. طيب. عايز اجي المهم، واحنا يمكن بعد تاجيل ماتش امبي، احنا الاول اتاجل ماتش المقاولين، وبعد كده خلاص الاتحاد النهارده بلغ الاهلي رسمي انه ماتش امبي اللي كان هيتلعب يوم الجمعه اللي جاي اتاجل. فبالتالي احنا عندنا لاول مره فرصه ووقت كويس يسمح لنا بالاستعداد الجيد جدا وتجهيز الناس اللي يمكن كانت بعيده، ممكن كانت رجلها في الملعب لكن مستواها مش النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي منتظره. خليني اسمع راي كابتن عادل طعيمه في فتره الاستعداد لمواجهه الترجي، وايه هو الاستغلال الامثل ليها. هنسمع التفاصيل وراي كابتن عادل طعيمه في السادسه بس بعد الفاصل. لاول مره فتره استعداد محترمه ومقدمات مرتبطه بما فيش اجهاد، ودي حاجه كانت ملازمه للاعيبه النادي الاهلي في كل المباريات محليا وقاريا اللي كانوا بيخوضوها. والحمد لله الحمد لله ما فيش اصابات، يعني منتظر ان شاء الله، املي في ربنا كبير انه ان شاء الله نروح رادس نلعب مع الترجي بدون اصابات. الوحيد اللي يمكن احتمال ما يلحقناش محمد هاني، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني املنا ان الجهاز الطبي يقدر يجهزه قبل الماتش. لكن في النهايه انت رايح بسكواد كامله، وزي ما قلت لحضراتكم، زي ما هي فرصه للجهاز الفني انه يحضر كويس قوي على مهله ويجهز لعيبته ويقرا الترجي في الفتره اللي جايه، كمان بين كل لعيب ونفسه انا شايف انها فتره كويسه جدا انك انت تقف مع نفسك واقفه وتجهز نفسك للي جاي، لانه جاي مهم جدا وصعب جدا، ومحتاجين منه او محتاجين منكم يعني كل التركيز الممكن عشان نوصل ان احنا نحقق حلمنا وحلمكم وحلم جماهير النادي الاهلي. مره ثانيه برحب بكابتن عادل طعيمه لاول مره، طبعا بعد تاجيل ماتش المقاولين زي ما قلنا وماتش امبي، الاهلي عنده فتره كويسه جدا يحضر نفسه للماتش قبل النهائي مع الترجي. ازاي من وجهه نظر حضرتك نستغل الفتره دي لاستغلال الامثل؟ اتكلم على مستوى الفريق والجهاز الاول قبل ما اتكلم على اللعيبه. هو طبعا ماتش امبي اتاجل مش عشان عيون النادي الاهلي، انا فاهم طبعا، عشان في اربع لاعبين ايوه ده طبقا للائحه، تم استدعائهم للمنتخبات زي ما اتعمل، او ثلاثه بواليا، وهو اكتر من اثنين لعيبه من ما يعني احنا رايح من عندنا اربعه اللي اعرفهم، بواليا وديانج، بواليا وديانجو وعلي معلول وبدر. بدر لا ما راحش، لا بدر راح المنتخب المحلي. طيب يعني هم بياكدوا لي انه ما راحش، منتخب محلي. انا قريت ان المنتخب المحلي في المغرب طلبوه، الله اعلم يمكن اعتذر او حاجه يمكن. فعموما طبعا اللائحه، فهو بعد الصن داونز اللي كان نهائي مبكر، الاهلي مع صن داونز كان نهائي مبكر، متفق معاك كابتن عادل. فلما رحنا لقطر برضو كان برضو في كام يوم، وكان في برضو حته الاستشفاء كانت كويسه. كفايه الرحله من جنوب افريقيا لقطر، درجة يعني حرارة صحيح. أحمد من 15 لحاجة و40 صحيح. طبعا النقلة ديت بتبقى صعبة جدا مع فريق، احنا شفنا فريق مدى العنف اللي كان اللي ما كان في موجود في المباراة. وأنا بختلف مع الإخوة إن التحكيم ما اداناش حقنا
بالشكل الكامل. كان هناك حاجات بالكوع، وبعدين برضو كان مكتفنا من اول مباراه انذارين. كتف ايمن وكتف ياسر في كرات ملهاش اي داعي المقابل. فالمهم يعني ان انت الفتره اللي جايه ديت انت خدت 3 ايام، بعد كان يومين فزاد. بكره ان شاء الله اللعيبه هتبدا تمرين. تمرين انا متفائل جدا ان في عناصر ممكن جدا تلحق ماتش الترجي. تمام. محمود متولي اعتقد ممكن هيدخل. اسمعوا بقى كابتن عادل هيكلمكم، يعني في بعض اللعيبه اللي كانت غايبه من الفتره اللي فاتت، وقلت لحضراتكم الحمد لله اللي شفنا منهم في الملعب يمكن علي معلول وحمدي فتحي، او علي الحقيقه قدم يعني مستوى اكتر من رائع. لكن كابتن عادل الحقيقه كمان، ودي رساله مهمه جدا لنجومنا طبعا في النادي الاهلي، عشان زي ما قلت الجهاز الفني بيشتغل وبيستعد، وكمان كل لاعب بينه وبين نفسه عليه ان هو يكون في اعلى مستوى من الجاهزيه. في حمدي فتحي. اه. واللي انا بقول لك عليه ده، دي عناصر خبرات دوليه تقيله. تمام. مش ناشئ لسه طالع او واحد لسه بيثبت وجوده. تمام. على راسهم كلهم وليد سليمان. اه. وليد سليمان قصته مع الترجي ومع ماتشات اللي في تونس قصه ثانيه. طبعا. وخبراته سواء داخل الملعب وخارج الملعب اعتقد ان هيبقى ليه دور في ماتش تونس في الترجي ان شاء الله في رادس. وليد سليمان جوه الملعب ولا بره الملعب ولا الاثنين؟ الاثنين جوه الاتنين. الملعب وبره الملعب. ايوه مستني يعني من وليد دور او مستني انه الجهاز يشارك؟ الجهاز يعرف اكتر مني ان وليد سليمان ورقه رابحه جدا. الشوط الثاني بالذات هتبقى من الاوراق اللي بتضيف معنويات وبتضيف فنيات وبتضيف اهداف. فوليد سليمان هيبقى من العناصر اللي ممكن جدا موسيماني بيبقى بيقف عليها. اكرم توفيق ده عنصر من العناصر القويه جدا، اذا هاني مش موجود اكرم توفيق هيبقى في الحته دي، هيبقى مؤثر جدا في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه اللي هم بيتميزوا بيها ناحيه الشمال بتاعتهم اللي هي اليمين بتاعتهم. برضو محمد محمود لازم نبقى فاهمين ان الولد ده في حاجات من ابو تريك. واعتقد انه بس الانفلونزا دي كابتن عادل، واحنا في الفاصل بيكلمني عن محمد محمود، ويعني الراجل مقتنع جدا بقدرات محمد محمود وشايف انه مستقبل كبير جدا للنادي الاهلي. يعني كنا بنتكلم حتى وانا بقول له شبهولي كده كابتن عادل، شبهه باسماء يعني الحقيقه كلهم ايقونات في تاريخ النادي الاهلي. فهو الحقيقه العناصر دي كلها الثقيله ديت. محمد محمود هو يمكن مش موجود عشان كورونا، لكن هو الحمد لله تاكدنا انه هو نزل تمرين الجماعيه، نزل خلاص. اللي اعرفه انه يعني هنشوف بكره هينزل يبتدي تمرين مع الفرقه ولا الفتره بتاعه الكورونا دي لسه مستمره معاه كام يوم. بس هو ان شاء الله باذن الله حتى لو ما نزلش بكره تمرين، من الوارد في خلال ايام بسيطه جدا يشارك مع الفرقه في التمرين. عارف احنا احيانا بتعمل فتره اعداد نتيجه المواسم اللي لازقه ببعض، تعمل فتره اعداد اسبوع. تمام. انت عندك زي ما انت قلت 18 يوم. صحيح. او اكتر من 18 يوم، ال 18 يوم دول انت يعني لو هو لسه يعني في فتره تاهيل وداخل في فتره اعداد، انت هتعمل له الفتره ديت، لان انت محتاج لعرق كل لاعب طبعًا موجود في الفتره اللي جايه. انت عديت اصعب عنق زجاجه في تاريخ النادي الاهلي، وداخل على عنق زجاجه اخف شويه انك انت واصل نهائيات، وداخل على ماتشات برضو دوري مكثفه طبعا، على داخل على سوبر محلي، داخل على بطوله افريقيا الثانيه في 6 شهور ان شاء الله. فده اعجاز وانجاز ان شاء الله، نتمنى يتحقق بعون الله. طيب بعون الله ناخد العشر ان شاء الله ان شاء الله في 6 شهور. طيب بمناسبه محمد محمود، يعني احتماليه انه لسه ما اتحسمتش بشكل نهائي، يعني اللي اتقال انه اصابه محمد مجدي قفشه هتاخد في حدود اسبوعين يرجع يكون جاهز يكون فورمة، نحتاجه في رادس محدش عارف. لكن في حالة عدم قدرة قفشة على أنه يكون جاهز في ماتش رادس، شايف مين يشغل؟ أنت قلت محمد محمود، وفي عندنا كمان ناصر ماهر. الاثنين دول يشتغلوا على نفسهم إزاي؟ ومين الأقرب أن هو من وجهة نظرك أنه يكون موجود مكان مجدي قفشة؟ لا أنا ناصر بعيد شوية، لأنه الماتشات دي عايزه اولا خبرات افريقيه، وعايزه نوع من الالتحامات القويه، وعايزه نوع من التركيز العالي والقياده. من وجهه نظري ظلم النصر انه يلعب ماتش رادس، انك تديله ترجع على طول مره واحده هناك. لازم تديله بالتدريج. من وجهه نظري
اللي بيقوم بدور قفشه، ايه دور قفشه؟ بيبتدي يعمل عمليه التحضير لزمايله، تغيير الملعب، ربط المهاجمين بالمدافعين، صناعه اللعب، الاجاده في التمريره البينيه، التسديد، كل الامور دي متوفره في عمرو السولية. فانا بلعب باثنين ديفندر، بلعب بحمدي وبلعب ديانج، وقدامهم بيلعب السولية. السولية الى جانب بقى السولية، السولية بيعمل ايه؟ بيلعب دماغه كويس، بيجيد التسديد برجليه الاثنين، صانع لعب، عمليه الاختراقات والقوه البدنيه اللي عنده، مع بقى ايه، هو كان مجهد الفتره اللي فاتت. الفتره ال 18 يوم دول اعتقد الراجل مسؤول الاحمال هيبقى رائع جدا لما يدي لكل العناصر اللي كانت مجهده دي، يدي لها درجه الاستشفاء المهمه جدا، ويبعدهم خالص. انا قلت قبل كده الاسبوع اللي فات، اللعيبه دي محتاجه ان انا ابعده 3-4 ايام عن الكوره، العبه اي حاجه، تنس طاوله، تنس عادي، سكواش، اي حاجه تحفظ لياقته البدنيه وتبعده عن الـ عن الـ عن الكوره شويه. ايوه عارف، لما انا احمد ادي لك كل يوم اكله معينه وادوس عليك فيها، كل يوم اكله معينه، هيحصل لك نوع تشبع. من التشبع. انا الفتره دي ربنا بعتها لنا ان الاربع خمس ايام دول احاول ابعد اللعيبه اللي هم مجهدين، انما الباقي يشتغل شغل جبار، شغل ليل ونهار، تصليح اخطاء، شغل على المرمى، الوقفات في الكرات الثابته اللي احنا احيانا بنبقى ساعات بنسرح فيها. ايه اهم الاخطاء اللي شفتها في الماتشات الاخرانيه؟ يعني سان داونز ذهاب واياب، وماتش نهضه بركان، ف ايه الحاجات اللي انت محتاج الجهاز يشتغل عليها من وجهه نظرك عشان تصلح فيها اخطائنا؟ بنلاقي خصوصا الترجي يعني فرقه برده محترمه وهتحاول تشتغل على ماتشات الاهلي الاخيره بشكل كبير. في سان داونز هتبص تلاقي موسيماني عمل ايه؟ لاعب رامي ربيعه قدام السرد باكيه، لانه بيعملوا اختراقات من العمق. فريق الترجي وفريق سان داونز برده بيلعبوا كرات الثابته، وبيستغلوا الاطوال اللي عندهم في الكورنر وفي الفاولات اللي هي بره 18. ايوه اعتقد ان الترجي عنده برضه نفس القصه دي، يلعبوا على الاطراف وبعدين يعمل الكرات اللي عليه. في الكرات الثابته مفروض ان احنا الحاجه دي نشتغل عليها شويه، بحيث ان انا الراجل ما يبقاش ورايا او قدامي، ده لازم يبقى جنبي، ما يبقاش قدامي. ما انا هنا هاخدها منه ازاي؟ او لو ورايا ابقى شايفه ازاي؟ دايما لازم يبقى جنبي. وطبعا اكيد الجهاز الفني اللي احنا يعني بنفخر بيه بينبه على اللعيبه، بس برضو ننبه زياده في فتره التمرين اللي جايه ديت، ان انا ابقى قاري زي ما موسيماني قرا كل الفرق اللي احنا شفناها، من الوداد لسان داونز لانبي للزمالك، كل فرقه للمصري، كل الانديه اللي احنا بنلعبها بيبقى قاريين الفرقه قبل ما بنلعب. فريق الترجي بيتميز بالكرات في الكرات الثابته، بس في الاختراقات ما عندهمش صانع اللعب اللي هو ممكن يعمل لك الشغل ده. عندهم حمد الهوني يا كابتن عادل، واحد من اللعيبه يعني اللي منوره الموسم ده في دوري الابطال. ما هو وعندهم بن رمضان، وعندهم كوليبالي ورا، يمكن دول اكتر لاعبين. كوليبالي ده لعيب بطيء جدا، واحنا شفناه الموسمين اللي فاتوا، افريقي وشعر طويل شويه، ويعني بيلعب بعنف شويه، انما ما هوش اللي انت مش زي الراجل بتاع سان داونز مثلا اللي في نص الملعب، مش الحقيقه مش متذكر اسمه. أيه. لكن لعيب جامد قوي. وبعدين انت عندك في نص الملعب الديفندرات اللي عندك لما يعني بتمسك حد ما بتخليهوش يشوف كوره، يعني ديانج لما بيمسك ويبقى طبعا مش مجهد، حمدي فتحي قدامهم، السوليه، الثلاثي ده قافل، عامل ستاره وعامل جانب هجومي. وبعدين الراجل اللي هو مسمع في الترجي اللي هو ما بيأديش الواجب الدفاعي خالص، وبيعتمد على كوليبالي في نوع من البطء معايا ولا معاك؟ الحته ديت في عمليه الارتداد، انت يقدر على السوليه في عمليه الاختراقات، يقدر على ديانج في الاختراقات هيروح معاه. فطبعا انت دايما الاوراق اللي معاك بتقيس على ايه؟ بتقيس اللعب الجماعي والمهاره الفرديه لكل لاعب عندك. لما انا بقيم الترجي والاهلي او سان داونز والاهلي، سان داونز والاهلي في عناصر كتير قريبه من بعض، بيلعبوا لعب جماعي، عندهم لعيبه عندها مهارات فرديه عاليه جدا، احنا افضل منهم في خط الظهر عشان كده تغلبنا عليهم. الترجي برضو نفس القصه، برضو احنا
في المقدمة احنا افضل، في نص الملعب احنا افضل، في خط الظهر احنا افضل، في حراسة المرمى احنا افضل باذن الله تعالى ان شاء الله. فلما يكون في عنصر او اثنين، لا انا عندي 11 عنصر. لما يكون في عنده عنصرين ثلاثة، وحتى سمعنا الاخ الصحفي الخنيسي اعتقد بيقول في حاله مش طيبه نفسيا الى جانب خروجهم من الكاس. هو طه ياسين الخنيسي مش موجود مع، يعني حتى في اخر ماتش ما بقاله فتره مش هو طه ياسين الخنيسي بتاع موسمين فاتوا. وبعدين احنا شفناهم مع التيم الجزائري يعني بضربات الجزاء بالعافيه، وكانوا كسبانين 2-0 في الجزائر وتعادلوا بالعافيه ودخلوا ضربات جزاء. ف مش معنى كلامي ان احنا بنستهتر بالترجي، لا، معنى كلامي ان احنا الفتره دي الاستشفاء، قرايه التيم الترجي بشكل جيد، المباراه 90 دقيقه هناك، لابد ان احنا نفوز باذن الله تعالى. ما فيش حاجه اسمها نتيجه ايجابيه، في حاجه اسمها انا رايح اكسب. هو النادي الاهلي كده يا احمد، احنا تربينا كده. والله انا كنت بقول بالذات ملعب ترجي التونسي، يعني احنا لينا كجمهور اهلي ذكريات حلوه قوي هناك، يعني كتير قوي اللعيبه الاهلي حسمت بطولات كتير في ومش بس الترجي الحقيقه، ملاعب تونس كلها، والصفاقسي والنجم الساحلي واخد بطوله. أيوه. الجول بالاخراني في 95 الصفاقسي بطوله 2006 هناك، فانت الترجي 2001 كابتن سيد عبد الحفيظ 1-0 هناك. انا فاكر ماتشات كتيره جدا في تونس الاهلي، انا وانا رايح استاد رادز، زي ما احنا رحنا الوداد، والوداد ما هو الوداد، رحت كسبت 2-0 هناك ورجعت بطل. فاحنا اولادنا رايحين عشان يكسبوا باذن الله تعالى، بحس ان الماتش اللي جاي برضه هنلعب ولا كاننا كسبانين، نلعب كاننا خسرانين. ودي الحاجه اللي دايما الفرن اللي شغال، بحس ان انا الماتشين اخدهم علشان العشرة، عشان الاعجاز ده اللي بيحصل او الحاجه الطبيعيه بالنسبه للنادي الاهلي انك تاخد بطولتين في 6 شهور، دي هتبقى عمليه بتتكتب لتاريخ النادي الاهلي واللعيبه وللجهاز الفني. طيب انا في ظني انه برضه عشان دي ممكن للاسف الشديد، احنا دايما بتكلم بحسن نيه وما بفترضش سوء النيه في الكلام اللي بيتقال، بس لما يتقال النهارده كابتن عادل يبقى في كلام على انه لعيبه النادي الاهلي مش عارف فلان الفلاني ماشي، فلان الفلاني هيتم الاستغناء عنه، فلان الفلاني هيتم اعارته، ده ممكن يسبب حاله من حالات التشتيت اللعيبه، او انها تخرج من حاله تركيزها، او انه ممكن حد يعني يبقى داون او يصاب باحباط معين. ان الاسماء دي عموما يعني مش بكلم على اسم بعينه يعني، بس شايف انها تتعامل ازاي، وخصوصا كمان اللي ممكن يعني بيجيب الكلام ده معاه نتيجه، اللي ممكن يكون حاسس انه الجمهور ما كانش راضي عنه الفتره الاخرانيه، او انه اداؤه في الملعب ما كانش مناسب لامكانياته هو شخصيا، او الحاجات اللي كان منتظرها منه الجمهور. الكلام ولو انت تحب توجه لهم رساله برضه يهمني اسمعها. الكلام ده ممكن يحصل مع لاعب شخصيته ضعيفه، مش شخصيه النادي الاهلي. وبعدين انت عندك من اول رئيس النادي ما بيسيبش الفرقه، المدير الكوره ما بيسيبش الفرقه، الجهاز الفني، المدربين، الجهاز الطبي، على طول اللعيبه يعني ما بيشوفوش اسرهم واولادهم ودايما قاعدين. فحته ان انا لعيب برضه من كتر التكرار خلاص عرف ان الكلام ده مش واحد بيحبه او واحد خايف عليه، لا ده واحد عايز ينال منه. ينال من مين؟ من الانسان اللي هو جواه ضعيف مش قوي. ينال من مين؟ من وليد سليمان؟ ما يقدرش. من مروان؟ ما اعتقدش. وبعدين بتشوف العالم كله الحاجات اللي على المواقع، تليفونه مقفول ما بيسمعش الحاجات دي، سواء بالاشاده او بالسلب. انا بلعب في النادي الاهلي، عندي 10 سنين بلعب في النادي الاهلي، 15 سنه، ال 15 سنه دول انا هعمل فيهم تاريخ للنادي الاهلي ثم ليا ولزمايلي. ده هدفي، مفيش هدف تاني. الرسائل اللي حضرتك قلت عليها بقول دايما لعيبه النادي الاهلي، انتوا الرجاله اللي احنا بنفتخر بيكم، وانتوا الرجاله اللي بتسعدونا وبتسعدوا العالم كله، وخاصه جمهور النادي الاهلي. بتمنى عليكم انك انتوا انسى نفسك شويه وفكر ان النادي الاهلي دايما في المقدمه. اللعب الجماعي من غير انانيه، احنا شفنا قد ايه الناس اللي قاعدين في المدرج قد ايه مرتبطين وازاي بيجروا علشان
يهنوا زمايلهم. الروح دي هي دي روح النادي الاهلي من 100 وشويه سنه. بتمنى ان شاء الله عليهم ان هم الفتره اللي جايه دي فتره الراحه ديت نستغلها الاستغلال الجيد جدا، نخش على الترجي ناخد الثلاثه بونت هناك او الفوز هناك باذن الله تعالى، ونرجع ناخد نوصل للنهائي، والماتشات بتاعتنا كلها باذن الله تعالى من مكسب الى مكسب باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، خصوصا ان كل بطوله بتقرب يعني خلاص محطتين، وان شاء الله نوصل للنجمة العشرة. بيفصلنا مباراة واحدة عن السوبر المحلي والدوري، اعتقد موقفنا كمان فيه اكتر من رائع، كل حاجة في ايدينا احنا لغاية اللحظة، خصوصا بعد ما الزمالك تعثر امام الجونة امبارح وخسر نقطتين مهمين في صراع السباق على قمة الدوري. بشكركم على متابعة حلقة النهاردة، ومن بكرة نتابع ان شاء الله مع حضراتكم بشكل يومي بقى استعدادات النادي الاهلي من داخل ملعب التتش، تحضيرات مستر موسيماني، تحضيرات اللعيبة، إن شاء الله في خطوة مهمة جدا في سباق الفوز بالنجمة العشرة. بشكر كابتن عادل طعيمة، نورتنا وشرفتنا واستمتعنا، والحقيقة كابتن عادل النهاردة قال كلام مهم جدا للتيم ككل، للفرقة ككل، والكثير من لعيبة النادي الأهلي اللي بطلب منهم كمان وبضم صوتي لصوته، إن إحنا محتاجين نقفل على نفسنا ومحتاجين نحط كل تركيزنا وكل قوتنا وكل استعداداتنا عشان ماتش الترجي، وما يكونش فيه اي حاجه تانية قدام عينينا. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي تابعت حلقه النهارده، وبكره ان شاء الله اقابل حضراتكم في نفس الميعاد السادسه.